اتهموا طبعا الشيخ شعلان بموضوعه البعث وتنفيذ البعث وغيره، وهو عضو زميلهم يعني صار له دورتين زميلهم وموجود وياهم ممثل العراق في البرلمانات العربيه. احسنت، ورئيس برلمانات العرب وممثلا عن العراق، وما كان عليه اي لغط، لكن هناك من يحاول هسه حتى السيد محمود هسه ما اريد ادخل بنيته، لكن هناك من يحاول ان يطعن بالسيد الحلبوسي ويدعم السيد سالم طرعيسه، وهذا طبعا شيء غير صحيح. احنا ندعم السيد، ما طعن ثاني بي، ما طعن بي، بالعكس قلت له قاعد تدعم السيد، لا لا بالعكس ما تطعن بي، اقول له انه خلي، لا 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 مو بغضا، وهذا ما يفعله طبعا الكثير من الاطار، لا 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 مو بغضا، لا والله بالعكس. بعد ما هذا انا اتمنى الحلبوسي يبقى هسه رئيس برلمان، بس ما يصير بعد. ما شلون تتمنى؟ ما عندي شو يعني، بس طلع هو بجنبه قانونيه يعني، على وين رجعوا الحلبوسي هسه؟ رجعوا هسه البعض، بقول لهم البعض يدعم السيد سالم وطلع عيسى بغضا بتقدم فقط وبغضا بالحلبوس، بالفعل يعني قبل كان تصريحات والله ظلمت والامور كانت كلها ذاهبه باتجاه نسمع انه السيد محمود المشهداني المشهداني هو اللي يعني تشعر استاذ علي، تشعر حظاً اوفر حظا، تشعر ان هناك نوايا لدى الاطار لتهميش واقصاء تقدم؟ شوف نحكي عن الاطار بشكل عام، وعندنا تجربه اليوم مجلس محافظ بغداد مثلا، لا لا هذا كله توافقات سياسيه، كلها توافقات، ماكو شيء خارج التوافقات، كله يطبخ خارج المجلس. ما شنو يضمن انه راح يعطيك رئاسه مجلس النواب كتقدم؟ شنو اللي يضمن لك؟ سؤال جيد، انا راح اجاوبك شنو اللي يضمن. اللي يضمن انه هناك انتخابات نيابيه قريبه، واكو تشكيل لحكومه ايضا راح يكون بالمستقبل. موضوعه الخروج من العرف السياسي يفتح الابواب على مصراعيها امام الانقلابات السياسيه. انت اليوم اما تمشي بعمليه سياسيه وفق العرف، اما انت تجتهد وتسوي محدثات بالعمليه السياسيه، وهذه بالتالي المحدثات قد تنقلب عليك بالمستقبل. يعني انت اليوم ممكن انه رئاسة مجلس الوزراء تطلع من المكون الشيعي، اذا انا جبت كتلة اكبر من كتلتك شيعيا وسنيا وكرديا، فبالتالي اتصور انه دعك من التصريحات الاعلامية، كل السياسيين في العراق يحترمون العرف السياسي، والعرف السياسي دائما ما يغلب على القانون وحتى على الدستور، يكون العرف السياسي هو له العلوية. مثال محمود المشهداني حصل على 47 صوت فقط، كانت التنافس داخل البيت السني 97 152 اي، فهذا من الاطار انتخبوا شعلان طبعا بالتاكيد بالتاكيد، فالانجاز اللي تحقق انه يعني ما قدر احد ان يخترق وحده البيت السني وما قدروا يفتتوا، لكن الفوضى اللي اثيرت انت لو يقول لك لو موحد كان اتفق على مرشح، لا شنو المشكلة إذا أنت اليوم تنزل بمرشحين؟ شنو المشكلة؟ بالعكس هذا ينطي أريحية وينطي شفافية. أنت اليوم أكو اتفاقات استراتيجية بعيدة المدى بين السيادة وتقدم، فأنت اليوم إذا كانت، أنا برأيي إذا كان منصب رئيس البرلمان من حصة التقدم أو السيادة لا ضير في ذلك، وين المشكلة؟ جيد تمام. اليوم السيادة داعم كبير للتقدم، وشكلوا كتلة وحافظوا على منصب رئيس البرلمان داخل كتلة القيادة اللي هي السيادة وتقدم، فبالتالي وكون على ثقة. موضوعة المرشحين كانت ذاهبة باتجاه سيناريو معين، لكن هناك من اختلق الفوضى وخرب هذا السيناريو، الأمور كلها كانت يعني معروفة اللي أثار الفوضى داخل قبة البرلمان، بعض من ما يسمونه بالمستقلين، وبعض للأسف بعض نواب التقدم انجر لهذا يعني انجر لهذه الفوضى، فوضى موضوعة هيئة الرئاسة وغيرها، ومحاولة يعني تشتيت الانتباه عن وضع الجلسة وموضوعة انتخاب رئيس مجلس النواب.